لو أن رجلا تقدم لامرأة، هل يجوز أن تقول له ترى عندي بنت غير هذه أحسن من اللي تقدم لهم، يجوز أو لا يجوز؟ مبارك يقول لا يجوز، ها؟ معنى مبارك معدد يعني. الشيخ الثمين يقول له هذا يجوز. لما؟ قال لأن الرجل بإمكانه أن يتزوج أكثر من واحدة، هو متقدم الواحدة، فيأتي واحد يقول ترى أنا عندي أخت ولا بنت، يقول والله بركة أخذ الثنتين، مبارك يسويها بعد، ها؟ هذا جائز، يقول الشيخ الثمين، لأن الرجل يستطيع أن يتزوج أكثر من امرأة. فلو أنه تقدم لامرأة أو لفتاة فأتى آخر وقال له أنا ترى عندي واحدة، هو يعرف أنه متقدم، لا بأس أن يعرض له. أما الحديث جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. أما لو تقدم لامرأة فأتى آخر وقدم له امرأة أخرى أو عرض عليه فهذا لا بأس به. واضح؟